أيضا زميلتنا خولة الخالدي من غزة، مراسلة التلفزيون الأردني. صباح الخير خولة، ويعطيك العافية. صباح النور، يعطيك ألف عافية. يعني خولة، يعني دعواتنا لكم كل الصحفيين، تحياتنا لكم، خبرينا كيف الأوضاع صباح هذا اليوم في غزة؟ يعني للأسف الأوضاع صعبة للغاية. لحد الآن احنا بنتحدث على السلسلية عن العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 21 يوم، عن أكثر من 7000 شهيد، وعن آلاف الإصابات وآلاف الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. الأوضاع تزداد سوءا مع مرور الوقت في المحافظات الجنوبية وفي قطاع غزة تحديدا، لذلك الصورة هي صورة سوداوية. الحديث عن المساعدات ما زال لا يوجد هناك أي تطورات في هذا الإطار، فقط وصول الشهداء ووصول الإصابات ومن يتم انتشارهم تحت الأنقاض هي العملية المستمرة حتى هذه اللحظة. هناك استمرارية في العملية العسكرية، كان هناك أيضا شن غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، وكانت مدعمة من قبل آليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الرشاشات الإسرائيلية التي تصبح من حين إلى آخر من الطائرات الحربية. وهذا الأمر أجبر سكان قطاع غزة في المناطق الشرقية على النزوح قسرا والذهاب إلى المناطق الوسطى من مناطق جنوب قطاع غزة، في ظل تزايد هذه الأزمة الإنسانية المتعلقة بأماكن النزوح وأماكن اللواء، وفي ظل نقص كافة الإمكانيات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء الناس. أكيد خولة، اليوم ونحن يمكن نتابع ما يجري دقيقة بدقيقة، وما نتابع من خلال وضع إنساني، من خلال اختراق لكافة الأنظمة والقوانين الدولية، في موضوع الممر الغذائي، في موضوع الوضع الطبي العلاجي، ما هي الرسالة التي نوصلها اليوم؟ نعم، يعني هناك حقيقة أزمة في هذا الإطار، وكان هناك مطالبات بأن يكون هناك ممر آمن ومستمر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالشكل الكافي، ولكن للأسف أن هذه المطالبات قد باءت بالفشل حتى هذه اللحظة. ما يتم إدخاله هي شاحنات معدودة جدا من المساعدات ومقننة، وتقوم في على الجانب الإسرائيلي بعملية تفتيش دقيق لهذه الشاحنات، والتي تثقل كاهل أيضا المنظومات التي تقوم بإدخال هذه الشاحنات، والتي تحدد نوعيات وكميات محددة فقط ما يسمح بدخوله إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التأخير في عملية دخول هذه الشاحنات. توقف دخول هذه الشاحنات لمدة يومين، ثم عادت لتعود إلى قطاع غزة بعملية دخول، ولكن هي عملية بطيئة جدا ولا تكفي لتغطية احتياجات قطاع غزة بالشكل الكافي. يعني خولة، احنا منذ أسابيع والقطاع الطبي منهك، يعني سواء الأطباء سواء المستشفيات، وأيضا هي مستهدفة الآن. ما الوضع الطبي والصحي في المستشفيات، وخاصة بعدما تم استهداف بضعا منها؟ نعم، الوضع هو وضع كارثي في حقيقة الأمر. هناك جهود شخصية فقط من الطواقم الموجودة في ضمن الكوادر الطبية البشرية في المستشفيات المختلفة، الاعتماد فيها على الخبرات الشخصية. هناك حالة من الصمود والإرادة لدى هذه الكوادر الطبية، ولكن لا أخفيك سرا أيضا هناك تخوفات معدودة أو معروفة لدى الأطباء من عملية استمرار نقص الأدوية والمعدات الطبية. في حال عدم دخولها إلى القطاع بالشكل الكافي، سيكون هناك فعليا كوارث حقيقية فيما يتعلق بالإصابات التي تصل إلى المستشفيات الفلسطينية، وإلى أعداد الشهداء التي سترتقي نتيجة لقلة الخدمات الطبية المقدمة ولقلة الإمكانيات المتوفرة. أكيد، رحم الله الشهداء، وكل أمنياتنا دائما الشفاء العاجل للمصابين. يعطيكم ألف عافية، وأتواصل دائما أولا بأول لكل ما يجري في غزة. كل الشكر خولة الخالدي، مندوبة التلفزيون الأردني في غزة.